ورا بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاه ويا اللي تاه. شوف مين تفرق ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. خلصت معاينة فيلا عامر والصور على الموبايل اهي. هو ده الشغل كبير. وكمان رتبت لدخول الفيلا بكره بالليل. وبالنسبه للتعامل جوه الفيلا هيبقى سهل قوي طارق مش موجود. طبعا لان طارق باشا ساعتها هيكون في اسكندريه. بالظبط. انا ببعد عن فتحي عشان انا متمسكه بيه. ببعد عشان متمسكه بيه؟ فالزوره دي بقى ولا ايه؟ لا يا ولا هي دي الحقيقه. بس انا كنت عايزه اعرف حاجه، الاخبار دي حقيقيه ولا مجرد كده اشاعات وشوشره على عامر ومجموعته؟ تفرق معاك يا استاذه؟ اكيد. ما هي لو حقيقيه انا هنشره بقلب جامد، اما بقى لو كانت كده اخبار من فابريكا فدي ليها طريقه تانية خالص في النشر ما تخليش انا اضطر بعد كده. لا 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 دي الحقيقه. تعرفي انا فيا عاده غريبه قوي كمان، لما حد يعجبني ببقى عايزه اساعده. مش فاهمة. ايه؟ انا كلامي واضح اهو. قصدي اقول لك يعني ان انت لو احتاجتي اي حاجه، لو نفسك في حاجه كلميني واطلبيها مني على طول. ايه
شكري ده غريب، غريب جدا. تخصص تجنيد سكرتيرات. تصدقي زي ما عرف يجند رانيا اللي بيشتغل في مكتب عامر دي، عايز يجندك انت كمان. تصدقي دي؟ ايه ده؟ طب ويجندني انا عليك انت ليه وانتوا فريق واحد؟ محدش له امان يا حبيبتي، محدش له امان، كل واحد بيشتغل لمصلحته، مصلحته بس. عشان تعرف بس يا باشا ان انا قد كلمتي وان اخدمك بعناية. طب انت ما تعرفيش هم عايزين تنشري الكلام ده ليه؟ دول بياكدوا ان عامر بيه فعلا باع للناس دي. ده كلام فارغ وما حصلش. هما اكيد ليهم هدف تاني من نشر المعلومات دي. الناس دي حطوا ايديهم في ايدين شكري الباشا والمحامي بتاعه اللي اسمه برهان الحاوي، وشكلهم بيخططوا لحاجه. والله حكايه انهم يتعاملوا مع شكري دي حاجه توقعتها من يوم ما رجع مصر. اصل ده انسان واطي وحقير. ساعات بيبقى غصب عن الواحده. مش بايديها يعني، وانت صغيره وحلوه ممكن ما تقدريش تستحملي، واكيد ليكي متطلبات. هسألك سؤال يا نورهان، لو طارق لا قدر الله جراله اللي جرى المعتز، كنت هتعملي ايه؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ انت يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. وانتي؟ تمام الحمد لله. انا اطمنت عليهم هم كويسين وبخير ومعتز بيتقدم. انا عايزه اقول لك انا بموت فيكي عشان انت دايما بتيجي تشقري عليا. احنا عشرة عمر، ربنا يديم المعروف. وحضرتك مش محتاجه انك توصيني يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بقول لحضرتك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ انا دايما باجي ازور حنان ومعتز، مش بشوفك. يا ريت ما تسيبيهمش. معتز داخل في دور اكتئاب ودايما قافل على نفسه الباب، وحنان طبعا بتقابل الناس لوحدها، واحيانا كتير قوي من زملاء معتز بيجوا يزوروه وبتضطر حنان تقعد معاهم وبيبقوا مش معاهم زوجاتهم. فيا ريت يا ريت عشان ما تبقاش محرجه ما تسيبيهمش. انا ما عنديش مشكله خالص يا نوريان، انت عارفه انا ما عنديش غيرهم. خلاص اجي اقعد معاهم. خلاص انا هعتبر ده وعد. اكيد. يبقى المره الجايه ان شاء الله الاقي حضرتك موجوده عشان اقدر اقعد معاكي وقت اطول. اكيد طبعا. مش هتاكلي شوكولاته؟ حضرتك الحلو بتاعك. يا حياتي مش هوصيكي. لا لا لا، دفع عينيا. باي باي يا حبيبتي. وتفتكري يا طنط لما نورهان قالت لك كده كانت بتلمح لايه؟ قولي لي، هو طارق بيجي هنا؟ ساعات. تبقى بتغير على جوزها منك. وخلي بالك انت عندك معتز قافل على نفسه طول الوقت، وانت اللي بتستقبليهم. مستحيل مستحيل يا طنط نورهان تفكر بالشكل ده. بصي يا حنان، إن بعض الظن اسم، بس أنا حاسة بكده. إزاي؟ ده طارق زميل عمر معتز، وأنا بعتبره أخويا. يا حبيبتي إحنا عارفينك ومجربينك وإنتي أصيلة، ده ملوش علاقة، بس أسلم برضو إن أنا أجي أقعد معاكي اليومين دول. تنوريني يا طنط، وأشيلك إنتي ومعتز جوه عينيا الاتنين. أنا ناسي، حياة النبي لو هتقولي الكلمتين السم اللي بتقوليهم كل مرة أبوس إيدك ارحميني وما تقوليهمش. أنت بقى يفرق معاك الكلام؟ يا أبو عيالي روح شوف أنت رايح فين. يلا من سكات، وأنا خلاص قفلت بقي خالص. يلا عيال كملوا أكلكم، خلينا نخش النايم. يلا يما.
شريف متجمعين كلهم برابطة المعلم عند باه. النهاردة ليلة كبيرة ولا ايه؟ بقول لك شريف عينين رجالتها ما تغيبش عنهم لحظة، أنا جاي لك في الطريق عشان أتحرك وراك. سلام. عدوا بوابات القاهرة؟ طب خليكوا وراهم وانا هحاول اشد عشان اوصل قبلهم واكون في استقبالهم هناك. سلام. وثقت مع مديرية امن اسكندرية شريف؟ كله تمام يا طارق. ايه؟ والقوات كمان هناك في انتظارنا. طيب نشد احنا بقى عشان نلحق نرتب هناك قبل ما هم يوصلوا. يلا توكلنا على الله. الو ايه؟ دخلوا يقعدوا في الرسم ده. ايه الروقان اللي هم فيه ده؟ طب بقول لك ايه، ده هيدينا فرصه ان احنا نسبقهم. اول ما يتحركوا من عندك بلغنا. سلام. تمام، احنا عموما داخلين على اسكندريه خلاص.
ايه يا حبيبي السيجار ده؟ مش خلاص؟ بطلنا تدخين والدكتور قال لا؟ وانا فعلا بطلت، بس يعني بمسكه كده حالة نفسية لا اكثر ولا اقل. طب ربنا يستر وما نرجعش تاني ندخن ان شاء الله. امال فين طارق؟ كلمني من الشغل وقال لي انه مش هيقدر يجي بدري، جات له مأمورية. طيب اطلعي انت بقى نامي وانا شويه كده احصلك. ما تتاخرش. ها ماشي حبيبتي، تصبح على خير يا حبيبي. وانت بنقل. هو سيادتك مش جايه للنوم النهارده ليه يا باشا؟ انت يا حمار، انت بتدخل في الحاجات اللي مالكش فيها ليه؟ يلا روح نام انت. امسك اعصابك، لو عايز الليله دي تعدي على خير. انتوا عايزين ايه؟ فين بنتك وحفيدتك؟ خد ودي معايا في الكلام يا باشا،
بدل ما حصرك عليهم وخليك بكره تمشي في جنازتهم. لو عايزين اي حاجه خدوها واتفضلوا امشوا، عايزين فلوس عايزين اي حاجه بس اتفضلوا مع السلامه، مش هبلغ عنكم. الموضوع مش كده خالص يا باشا. قدامي قدامي. خليكوا هنا يا ابني. مش كده، ما يصحش كده. طب واحنا طالعين فوق ليه بقى؟ الله، يا ابني يا ابني انك فاهم. اي فلوس انت عايزها انا تحت امرك. اطلع بس الاول. ما فيش حد هنا غير. طب اطلع بس هنشوف الموضوع ده. يا ابني قلت لك ما فيش حد هنا غيري. انت عايز ايه بالظبط؟ عامر بيه انا مش عايز اذيك. اطلع احسن. بقول لك ايه يا عم البيه؟ هو فين حفيدتك؟ ها؟ معرفش معرفش. طب فين بنتك؟ مش موجودة هنا، كلهم مش موجودين يا ابني، كلهم مش موجودين. حلو قوي احساس الاب ده. ماشي. خش هنا هتلاقي حد. وده بقى على صوت النور. يلا! اسمع يا عامر بيه، مفيش وقت للف والدوران، ولو هتطول معايا اخلص لك على الامر الصغيره. لا 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 لا، ابويا وبنتي لا، انا مش شايله العقود. طب قومي يلا. حاضر حاضر. اديني اللي هو عايزه. مالهم اتأخروا كده ليه؟
طب يا ترى هما مستنيين ايه؟ مش عارف، جايز مستنيين المكان يهدى شويه. هيهدى اكتر من كده ايه بس يا طارق ايه؟ ده مفيش صريخ ابني يومين. شريف ملناش دعوه، احنا لازم نستناهم لما يدخلوا عشان نكبس عليهم متلبسين. حاضر يا فندم. امضي. ايه ده؟ لا تنزل عن مجموعه شركات عامر كلها. ليه؟ ازاي؟ لا بنتي، لا حمدي، حمدي بنتي وابويا. لا بصي يا بنت انتوا خلصينا بقى. مش عملتوا اللي انتوا عايزينه؟ ممكن بقى تتفضلوا وتسيبونا في حالنا؟ حاضر يا عمر بيه، معلش على قلقناكوا، بس لازم نأمن نفسينا. تعملوا ايه؟ لا ما ابويا، لا ابويا عيان، لا بابا، بابا مش هتكلم، مش هفتح بوقي خالص، مش هتكلم، مش هتكلم. كله اثبت مكانه واقف عادل فوق. مش قلت لك هنتقابل تاني يا تربو؟ ولا ايه يا فتحي؟ مين دول؟ فين فتحي واكرم وعدو؟ هو فيها يا باشا؟ كل الفرح ده عشان حتتين قطع غيار جاي احملهم انا ورجالتي. علي يا باشا انا اقول لك حاجه، لو في اي غرامه ادفعها وقتي ويقدر ما ادخلك شهر. انت هتستعبط ولا ايه؟ فتشوا الكونتينر. فين فتحي واكرم وعدوي؟ نايمين في بيوتهم يا باشا، ودي سبوبه تبعي مالهمش فيها. مفيش غير شويه كراتين قطع غيار طلبين وخالصين الجمارك يا باشا. ورا امهم اقفل بقك وقول لي فتحي والباقيين فين؟ انا قلت لك يا باشا نايمين في البيت، ولو مش مصدقني روح شرح فيهم. فين فتحي بقول لك؟ استخدمناها في العملية؟ كل حاجة موجودة يا فتحي. شوف شغلك يا أكرم. رش رش
الشنطة بس. رد عليا يا عامر بيه. سبت مرحان. الو، ايوه طارق باشا، الحقنا بسرعه عامل معروف. عدوة تروح، وانت بعد كده تروح، وانا معايا المفاتيح بتاعت عربية التربو هروح بيها. عايزكم تكونوا في البيت اليومين دول شوية، ولو اتطلبتوا للتحقيق قولوا ان انتوا ما تعرفوش اي حاجة، واحنا كله في السليم. وانا من بكرة هكلم اسعد المحامي عشان يروح يخلص تربو الرجالة. اتفقنا؟ حصل. سلام. تصبح على خير يا طارق. تمام. يلا يا عم عدوي.
الو. ايوه يا سراج. لا كل حاجة مشت زي ما انا مرتب لها بالظبط. لا اتقل كده واهدى. بعدين نبقى نتفق على التسليم امتى وفين بالظبط. دايما مشرفني ورافع راسي يا فتحي. ماشي. خلينا على اتصال علشان نتفق هنتقابل امتى وفين. مع السلامة حبيبي. الو. ايوه شكري بيه. ما احناش لاقين جوكر.